وكان حفل إعلان الفائزين بالجائزة قد بث على تلفزيون البحرين، حيث تضمن كذلك كلمة لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم، يطيب لي أن أرفع إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أسمى آيات الشكر والتقدير على دعم جلالته أيده الله اللامحدود للشباب البحريني والعالمي، انطلاقا من رؤية جلالته الشمولية والمستقبلية لتمكين الشباب ومشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. دائما ما يؤكد جلالته على أن الشباب البحريني مصدر ثرائنا ورهاننا المضمون، وأن مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة كقوة عمل وبناء، ونحن بدورنا ننقل رؤية جلالة الملك لتتخطى الواقع المحلي لتصل إلى جميع شباب العالم، ونسعى إلى صناعة الأمن لهم انطلاقا من كون مملكة البحرين التي كانت ولا زالت المكان المفضل وأرض الفرص للشباب. أصرت مملكة البحرين على مواصلة جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في نسختها الثالثة رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا، وأصرارنا نابع من توجيهات جلالة الملك بتخطي جميع التحديات التي فرضتها الجائحة، وذلك في سبيل رفعة الشباب وتأكيد مكانتهم، وعقدنا العزم على تحويل تلك التحديات إلى نقاط انطلاقة جديدة لرؤية الإبداع والابتكار. إن ما يميز نسخة هذا العام من جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هو إضافة أبعاد جديدة تطلبت منها توجيه الشباب للتفكير والمراجعة بطريقة إبداعية، وتجعل من الشباب يفكرون خارج الصندوق للعمل على إيجاد الحلول لتنفيذ الأهداف الأممية وتطبيق المبادرات والمشاريع الشبابية التي تعالج الأهداف التي تضررت من جائحة كورونا، الأمر الذي يضيف بعدا جديدا للجائزة باعتبارها الجائزة الأولى عالميا التي تدفع الشباب لمعالجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على قطاعات التنمية المستدامة. نفخر بما وصلت إليه جائزة الملك حمد من انتشار واسع في مختلف أرجاء العالم، وهو الأمر الذي تمثل في تحقيق النسخة الثالثة من الجائزة لمشاركة كبيرة من قبل الشباب والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الأهلية بما يفوق السنوات الماضية بشكل كبير. تحملت مملكة البحرين ولله الحمد مسؤولياتها الدولية تجاه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وقامت بإشراك الشباب البحريني والعالمي متخذين من نهج جلالة الملك المفدى نبراسا لجعل البحرين عاصمة الشباب والرياضة، وتعزيز فرص البيئة التنافسية العادلة المفتوحة بين الأوساط الشبابية للتسابق من أجل بناء عالم أكثر رفاهية للشعوب وينعم بخيرات التنمية. شكرا سيدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ألقى سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة كلمة في الحفل قال فيها: إن الاهتمام المباشر من قبل حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كان السبب الحقيقي والمباشر في تحقيق النجاح الكبير للجائزة في نسختها الثالثة، وتأكيد جهود مملكة البحرين لدعم المجتمع الدولي للاحتفاء بجهود الشباب حول العالم ومنحهم فرصة تقديم المبادرات لتقدير عطائهم ولتشجيعهم على التجديد والتطوير وصياغة مستقبل أوطانهم. كما رفع سعادة الوزير الشكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب لدعمه المباشر لوزارة شؤون الشباب والرياضة وشباب البحرين والعالم ومتابعته الحثيثة لتفاصيل الجائزة، والذي يعكس مسؤوليات المملكة ودعمها لجهود الأمم المتحدة في سبيل منح الشباب الفرصة الكاملة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤيتهم وأفكارهم ومبادراتهم.
كما ألقى السيد ستيفانو بيتيناتو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين كلمة في الحفل قال فيها إن البرنامج يعمل منذ عام 2017 مع وزارة شؤون الشباب والرياضة لتصميم وتنفيذ وتعزيز جائزة تمكين الشباب لأهداف التنمية المستدامة، وفي كل عام ينمو هذا المسعى من حيث الحجم والانتشار، ووصلت نسخة هذا العام إلى أكثر من 100 دولة واستقبلت أكثر من 4000 طلب، مشيدا بمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى على هذه المبادرة التي تضع الشباب في مقدمة القيادة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. وتم خلال الحفل إعلان أسماء الفائزين في النسخة الثالثة من جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. الفائز بجائزة الشعوب السيدة إيفيت إشموي من رواندا لمبادرتها IRIBA Tap and Drink، والتي تهدف إلى تحسين الوصول إلى مياه الشرب النظيفة للمجتمعات الحضرية ذات الدخل المنخفض. الفائز بجائزة الازدهار السيدة إستر إجروهين أجاري من نيجيريا لمبادرتها The Try Health، وهي منظمة غير ربحية تروج للمساواة الصحية في أفريقيا. الفائز بجائزة الكوكب السيد فرانك كاموجيشا من أوغندا لمبادرته إيكوبلاستاي، وهي مؤسسة اجتماعية ناشئة تأسست لمواجهة تحديات التلوث البلاستيكي بعد الاستهلاك وإدارة النفايات وإزالة الغابات وتغير المناخ مع مساعدة المجتمعات المحرومة. الفائز بجائزة السلام السيد كيتا ناكانو من اليابان لمبادرته Accept International، التي ساهمت في بناء السلام ومكافحة التطرف الشديد ومساعدة ضحايا بعض النزاعات المستمرة حول العالم والتي تشهد قليلا من التقدم نحو إنهائها. والآن مع فئة تمكين الشباب وإجراءاتهم وتأثيرهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الفائز بجائزة التمكين المالي مؤسسة المبرة الخليفية من مملكة البحرين، وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 2011 في مملكة البحرين، وتهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي في مجال التعليم وتمكين الشباب للوصول إلى إمكاناتهم المثلى. الفائز بجائزة التمكين المؤسسي مؤسسة شباب البحر الأبيض المتوسط للتنمية من جمهورية مصر العربية، تستهدف المؤسسة الشباب من دول البحر الأبيض المتوسط وجيرانهم، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الحدودية أو المدن الريفية. الفائز بجائزة التمكين التقني مؤسسة No One Teach One من فيتنام، والتي تهدف لمساعدة ودعم وتطوير بعض الشباب الذين ينحدرون من خلفيات محرومة اجتماعيا مثل ضحايا العنف والأيتام والأقليات العرقية والفقراء. نبارك لجميع الفائزين في هذه النسخة من الجائزة ونتمنى دوام الصحة والتوفيق للجميع.